وتتبع قناة القاسمي للعقارات. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله. هذا الفيديو إن شاء الله غنفرجكم على واحد الشقة اللي كتواجد في واحد الميوبل، شقة في الميزانين. بالنسبة للميوبل فيه خمسة ديال السكان بالسفلي، بكل شيء غيكون فيه خمسة ديال السكان إن شاء الله. هاد الميزانين هو هذا اللي كتشوفوا، هذا الدخلة ديالو. بسم الله. هنا اوف ملي كندخلو في الدخلة كنلقاو هنا على يدنا اليمين هنا التواليت، هذا التواليت بلدي. هانتوما كما كتشوفوا هاد الميزانين راه كلشي فيه، كلشي داخل الضوء والماء، كلشي. هانتوما كما كتشوفوا هذا التواليت، وبجنبو هنايا كاين الحمام. هانتوما الحمام مجهز، كلشي مسائلو. هذا حمام رومي ولافابو ديالو بالرشاش مسائل. فوق منه هاد السدة هادي، وهذا هادي السدة. وهنايا هاد الفاسك، الفاسك ها هو بالمراية ديالو بمسائل. دا الفاسك كما قلت لكم هانتوما. بالنسبه لهاد الشقه، فبالنسبه للمتراج ديالها ففيها ازيد من 90 متر، اكثر من 90 متر. فيها ثلاثه ديال البيوت والكوزينه والحمام والطواليت والصالون، وراها دو فاصاد، راه عندها جوج فرص. هذه الكوزينه، هذه الكوزينه كما كتشوفوا، هيا بالبلاكار ديالها ديال التحت، هو البلاكار ديالها، بوطاجير مسائل، كلشي مانستالي. وفي هاد السرجم هكا هانتوما كتشوفوا، يعني بالنسبه للتهويه والشمس كتدخل ها هي. وفيها هاد البلاكار، هانتوما بلاكار كبير. كتعرفوا ان البلاكار مهم في الكوزينه، الدور ديالو راه معروف. هانتوما فيه بلاكار بالفوق بالتحت، هذا بالنسبه للكوزينه. المهم كلشي فيني، كلشي مزيان. هادي الكوزينه، كاين هنا بجنبها هاد البيت. هانتوما هاد البيت، هاد البيت عندو هاد السرجم هذا. بيت مزيان. وكاين هاد الوسط ديال الدار هو هذا، جاي مزيان هنايا بالسرجم ديالو. يعني هاد الوسط ديال الدار مهم بزاف. هانتوما كما كتشوفون نبين لكم، هانتا هاد الوسط ديال الدار جاي ما بين البيوت، وهذا جاي في الوسط بالسرجم ديالو. وهنايا كاين هاد البيت الثاني، هذا بيت. هانتوما كما كتشوفوا الزنقة هي هادي. هانتوما هذا البيت الثاني، كنخرجوا كاين هنا عاوتاني البيت الثالث، لان راه فيها كما قلت لكم ثلاثه البيوت، ميزانين فيه ثلاثه البيوت.
وراه دو فاصاد ازيد من 90 متر، عندها جوج ديال الفرصادات. هانتوما هذه الصفحه، وهاد البيت فيه هاد البلاكار. هانتوما بلاكار كبير، اربعه ديال البيبان الفوق والتحت. ثم كما كتشوفوا فالبارطمان فينيا على حقه وطريقه. وهنايا هذا الصالون، هذا الصالون، الصالون هو هذا. حتى هو كيطلع على هذه الفصاده هذه. هذا الصالون، هذا الاخوان، هذا فيما يخص هذه الشقه. باش نذكركم، قلت لكم شقه فيها ثلاثه ديال البيوت وصالون وكوزينه وحمام وتواليت ودو فاصاد، فيها ازيد من 90 متر. بالنسبه للثمن فكتبقى ب 25 مليون، 25 مليون صراحه ثمن مناسب. شقه مفينيه مجهزه كل شيء فيها، الثمن راه في المستوى صراحه. اذا الاخوان الان غنبقى لي انني نطلب منكم انكم تابوناو معنا في لاشين وتفعلوا الجرس وديروا جيم للفيديو. ومرحبا بلي كومونتير ديالكم والاقتراحات ديالكم وبالدعم ديالكم ان شاء الله، باش غادي نزيدو نوريكم شقق اخرى ان شاء الله باذن الله. اللي نتمناو ان اي واحد يلقى فيها داكشي اللي كيبغي وداكشي اللي علاش كيقلب ان شاء الله. ومرحبا بكم، تبقوا على خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.